السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، اليوم معنا المحاضرة رقم 5 من مادة مقدمة المنشآت الهيدروليكية Introduction of Hydraulic Structure. هاي المحاضرة رقم 5 مثل ما تناولنا سابقا، قلنا محاضرة رقم 4 أنه كانت محاضرة مجرد تعريفية عن بعض المنشآت الهيدروليكية، يعني إكسبلان شرح، فما تحتاج أنه توضيح كفيديو تعليمي على اليوتيوب. هي منشآت النقل، منشآت الحماية، التسكين، يعني anything، يعني منشآت السيطرة والخزين. فسولفنا عن بعض المنشآت الهيدروليكية حتى انت تعرف انت شنو تتكلم مادة الهيدروليك ستراكشر، سواء كان ديزاين او اناليسيس. تمام عيني، محاضرتنا رقم 5 راح ناخذ تقريبا اليوم اول منشأة هيدروليكي واكثر منشأة هيدروليكي يتواجد تقريبا بكل المنشآت الثانية، اللي هي الجيت، البوابات، يعني السدود، المطافي، حل السدود الغاطسة. أغلب المنشآت الهيدروليكية تحتوي على بوابات اسمها الجيت. إذا يعتبر الجيت هو منشأة هيدروليكي أشمل وأعم، يعني المنشآت الهيدروليكية اللي راح تسمع بيها أنت وأكيد راح تتناولها بمادة الفلويد. فإن شاء الله اليوم راح نسولف عن البوابات، الجيت. طبعا بالمناسبه ما اريد ادخلك بكل التفاصيل العميقه، انا هنا اللي هي اسمها الماده Introduction of Hydraulic Structure، فاحاول انطيك بشكل مبسط عن كل منشأ هيدروليكي وطريقه تصميمه او الاناليسز الخاصه به. فهسه راح ناخذ اول منشأ هيدروليكي من المنشآت، هو منشأ الجيت. طبعا عندنا انواع عديده، عندنا الميل جيتس، بوابات، هي الفلاش بورد، هاي اشمل والاعم، او يسمونها ستو بلوك، او يسمونها اسم النيدلز، الراديال الدائرية أو البيضاوية، والدرام جيت، والفيرتيكال ليفت جيت، والبوابات المصيدة الدب أو يسمونها البير تراب جيت، والرولينج اللي هي المتحركة أو الدائرية. نجي على النوع الأول اللي هو الفلاش بورد أو الستوب. طبعا بالمناسبة ميبي يعني يجيك الكويستشن أنه ديسكريبشن وذ سكيتش، ديسكريبشن with sketch، يعني لازم تسوي لي فد رسم بسيط جدا تمثيلي عن مثلا فد نوع بوابة معين used in كذا، وانت افهم المعنى الخاص بي. انا كتبت لك تقريبا اقل يعني فد كلام كلش بسيط ووين تتواجد، حتى بس تعرف تكون عندك فد باك جراوند بسيط عن هذا النوع من المنشآت الهيدروليكية. There are temporary gate، هاي نوع من البوابات، هي بوابات مؤقتة تستخدم فقط ويا من ويا السمال سبلوي. تمام عيني، لما يستخدمونه انه يعني تستخدم مع السبولوي مع المطافح وتكون كجزء ماينر مو جزء ميجر، فهاي تعرف شلون ده تنفتح شلون تستخدم. تمام عيني، الثاني الستوب لوك، يعني تحاول تعرف كل نوع هذا وين يوجد وين يستخدم، النيدلز هذا وين يستخدم. هسه هذا النيدلز يستخدم ويا اكو نوع من الجسور، اصلا الجسور اللي تحت الماء تستخدم بها ايضا بوابات، يعني يمكن الاستفاده منها ايضا يسوون كنترول كمنشأ، يستخدم بنفس الوقت كمنشأ سيطره ولو بشكل بسيط على المياه، فممكن انه يدعم من الاسفل بالدعامات الخاصه بالبايلز، يدعم ببوابات معينه. فهاي النوع من البوابات تستخدم مع الجسور او دعامات الجسور اللي هي اسفل المياه، وكذلك تستخدم بالكريست قمه السبلوي. فإذا أنا هنا مطيتك فد نبذة تعريفية عن كل نوع وين ده يستخدم فد شكل بسيط، عن هذا الراديال جيت، هذا يعني أيضا وين يصنع، هذا دائما مثلا يستخدم مع السدود يكون الفتح إله أسهل، الرفع الهيدروليكي أفضل إله، الدرام جيت كذلك. تمام يعني هذا يستخدم مع اللونج سبان، لما يكون أنا عندي مثلا فد مثلا سبان طويل أنا مصممته كالفارت أو غيره، فأستخدم هذا النوع. فأريدك تعرف لي كل نوع مجرد كاسم إله، يعني من تكتب لي اسمه الضروري يكون باللغة الإنجليزية، لكن هذا الشرح أريدك تفهم لي بالطريقتي. تمام عيني، وهذا النوع ستوب لوكس يكون دائما محزز، حتى انه شلون مثل ما الحزوز اللي تكون بال يعني حديد التسليح حتى يصير كونكشن وي منطقة الترابط الخاصة به. فهاي الانواع الفيرتيكال ليفت جيت ايضا. تمام عيني، هاي الانواع مجرد تعرفني كل نوع هذا الفريم ورك مالته من يتكون وين يستخدم. هسه هذا يستخدم مع الابستريم فيس اللي خاص بالبيم او الجيردر. تمام عيني، هاي يعني هذا يستخدم مع السدود. فاريدك تعرف لي فقط بصوره عامه، هذا يستخدم بالفضاءات الطويله اللي يكون
بيهن opening و spawning between كل spawning يستخدمون هذا النوع من الجيت يسمونه rolling gate. فهذا النوع من البوابات أريدك تعرف له مجرد كل نوع وين يستخدم. تمام يعني هاي anyway. وكذلك السبلوي كريست جيت هذا هاي أكيد مبينة تستخدم مع المطافح بشكل بسيط جدا كلمة أو كلمتين. وهاي دائما السبلوي جيت تكون بنوعين أما كنترولد أو أن كنترولد. هاي تقريبا راح تأخذه بشكل تفصيلي بالمرحلة الثالثة بمقدمة المنشآت بمادة المنشآت الهيدروليكة وليس المقدمة. تمام يعني وإما يستخدم حتى السيطرة على عمليات الفيضان ويعني الرفع مالتها شلون يكون الكباسيتي ايش قد الحق ترفع. هاي مثل ما تلاحظون هاي تربط مع السدود المطافح الموجودة مع السدود تستخدم هذا النوع من البوابات وتكون اما كنترول او ان كنترول يعني مقدمة تعريفية تعرف لي هاي الانواع الهم. تمام عيني وبها مكوناتها هاي مجرد انه ايش تشمل لي السبلوي كريست البير يعني هاي فتشي تفصيلي اريدك تقرا لي يعني وتفهم الـ مثل ما نقول انه هاي الانواع يعني حتى تكون عندك باك جراوند عن انواع الجيت او البوابات المستخدمه وين كل من يستخدم هذا المنشأ الهيدروليكي. هل هو نفسه نفس التصميم انا بجيت وحده اصمم واستخدمها مع كل المنشآت؟ لا اكو العديد من الجيتس فلازم تعرف انت هاي وين تتواجد هاي وين تستخدم هاي مع اي منشأ هاي اي تربو مناسبة الها هاي مثلا مفضلة بكذا سبان او كذا نهر لان الرفع الهيدروليكي الها ابسط او اسهل بالرفع مثلا خاصة الرولينج او راديال جيت دائما يكون الرفع الهيدروليكي افضل يعني عزوم الانحناء الها اقل فتستخدم وين. تمام مادة التصنيع مثلا هاي تكون مثلا من المادة الحديدية ستيل بليتا هاكو وحدة مثلا تكون وود يعني anything تعرف لي مقدمة تعريفية عن هذه الأنواع الخاصة بالبوابات. نجي أنا هاي البوابات لازم عندي في الطريق عندي عدد من الطرق حتى أصمم البوابات لكن راح أعطيكم إحنا بمادة مقدمة المنشآت الهيدروليكية أبسط طريقة. أول شيء لازم أنا أعطيك المبادئ الأساسية حتى أصمم السلايدنج ستيل جيت اللي هي أشهر وأعم عن الأنواع الموجودة من البوابات. قلنا احنا هاي البوابات تستخدم مثلا ابسط شيء في اي منشأ هيدروليكي الغرض من عندها انه انا اسيطر على مثلا اطلاقات المياه المطلقة فاقدر اغلقها واقدر افتحها عن طريق الرفع الهيدروليكي في مثلا مواضع واوقات معينة فلازم اعرف انا شلون انه اصممها. مثل ما اخذتوا انتم بمادة الفلويد واخذتوا ايضا بالمرحلة الاولى بمادة بموضوع السنترويد والعزوم فاحنا نعرف انه هذه البوابة تكون دائما هي تحت الماء فحمل الماء المسلط عليها اللي هي السلايدنج يكون حمل مثلث يعني حمل الماء يكون عليها حمل مثلث وليس مثلا يكون مثلا سيملي سبورتد او العفو يكون مثلا ريكتانجولر لا يكون حمل مثلث. المنطقة اللي قريبة جدا من السيرفس ووتر يكون تقريبا حمل الماء نقدر نقول عليها متقارب للصفر لكن كل ما زدنا انه قرب للاسفل يكون حمل الماء يزداد وبالتالي يكون تمثيلها بالشكل المثلث ترانجل لود وليس يونيفورم مثل ما انه يعتبره مثلا ريكتانجولار. لذلك هذا الارتفاع الخاص بها اكيد نسميه اتش كابيتال. هاي الريزلت الخاصه بها الريزلت النهائيه اللي هي منين ناتجه ناتجه من مجموع الاحمال المسلطه على هذه البوابه. فهاي البوابة إلها تتقسم دائما حتى نعرف احنا الكريتيكال سبانينج إلها وين واي 1 واي 2 واي ان إلى واي 3 واي 4 حسب ايش قد تقسيمات. دائما أنا البوابة من أصممها ما تكون محاذاتها هنا دائما وي سطح الماء خطأ. ليش؟ لأن لازم أضيف لها فد سبيس أو يعني فراغ يسموه هذا الفري بورد هذا الغرض من عنده يعني فور سيفتي. لذلك دائما بالتصاميم يأخذون 10% من الووتر ليفل إيش قد هنا الووتر ليفل هذا يطلع الماكس مالتها يعني أنا أنطيها زيادة إيش قد 10% من الووتر ليفل هنا إيش قد الووتر ليفل حتى ليش أكو نوع من ال يعني داخل الماء تصير يسموها الويف هي موجات الماء. هاي الموجات الماء أما تصير بفعل الماء نفسه عمليات المد والجزر أو تصير بفعل الرياح انه يعني الرياح تحرك للماء الموجود فراح تصير الويف وراح تصير اكو نوع من الفلو يسموه ترانزيشن فلو. يعني هذا راح تتناولوا الموضوع بالشانلز بشكل تفصيلي ان شاء الله فتضاف هذه المسافات حتى نتجنب
هذا النوع من الارتطام للموجات المياه من فوق من الأعلى، وبالتالي فأتجنب هذا النوع من الارتطام، أو ممكن حتى أتجنب موجات الفيضان العالية حتى أمنع أن الماء يعني يعبر عبر البوابة، فأستخدم هاي الفري بورد أو المساحة الحرة. راح تتناولوها إن شاء الله ببعض المنشآت الهيدروليكيت، عفواً تصميم الفري بورد وش قد السيفتي، وأكيد ما لها تقادير ثابتة، وإنما لكل منشأ ولكل موقع معين لها تصميم وارتفاع معين حسب يعني تحكم الظروف أو الكونديشن الموجودة في تلك المنطقة. فحتى نعرف الديزاين كريتيريا، ولازم أعرف أيضاً أثناء بعد ما عرفت الريزلت، أكيد هاي البوابة راح تنرفع رفع هيدروليكي، أنا أرفعها من الأسفل إلى الأعلى حتى كمية الماء تنضخ من الأسفل إلى الأعلى. إذا يعني تلاحظون مثلاً فيديوهات، مجرد تكتب باليوتيوب أو مثلاً على جوجل إنه مثلاً how to open gate in hydraulic structure، راح يعطيك فد منشآت شلون تنفتح البوابة، شلون راح يخرج الماء بكثافة عالية. الفتح ما راح يكون يعني بس يعني شخص عامل يجي يفتحها، وإنما رفع هيدروليكي. فالرفع الهيدروليكي هي مثبتة من الأسفل، راح يرفع الرفع الهيدروليكي تنفتح البوابة من الأسفل ترتفع إلى الأعلى، وبالتالي كمية المياه المطلوبة راح تخرج من هنا. فهذا الرفع الهيدروليكي راح يسبب لك بيندينج، عزوم انحناء. تناولت انت بالمرحلة الأولى وعندك عزوم يسمونه تاخذونه انت البيندينج مومنت، فلا تعرف لازم البيندينج وين يصير حتى انا هاي البوابة ما يصير بيها فشل، فانا لازم اصممها ضد حمل الماء او ضد البيندينج. هاي اهم خطوتين اعرفها اني بالتصميم. لاحظ هذا حمل الماء من الرفع راح يسبب لك هنا البيندينج، يسمونه مثل ما نقول احنا الانحناءات اللي تصير على جسم البوابة. فهاي الديزاين كريتيريا او ديزاين بروسيجر، لازم تعرف هاي الخطوات. اول شيء تروح تحسب لي التوتال لود، الحمل الماء الكلي المسلط على هذه البوابة. شو يساوي لك؟ احنا مثل ما قلنا ايش ناخذه؟ ناخذ حمل مثلث. حمل المثلث شو يساوي لنا؟ نصف مساحة القاعدة في الارتفاع. الارتفاع طبعا تربيع، فسأرجع مساحة القاعدة هاي جاما ووتر في الاتش، في الارتفاع كله اتش تربيع. فايش راح يصير؟ نصف في جاما ووتر في الاتش كابيتال في اتش كابيتال، يصير نصف جاما ووتر في اتش كابيتال تربيع. اذا اول خطوه حليناها، هاي الاريا الكليه حسبناها. الجاما ووتر تاخذها انت مثل ما نعرفها احنا الكثافه النوعيه والكثافه الكتليه للماء، تناولت انتوا هذا الموضوع بماده الفلويد. فدائما تاخذها انت اما 9.8 واحد، او تاخذها واحد اذا كانت الوحده الطن لكل كيوميك. فتمام هسه هنا بعد ما حسبت انت المساحه التوتال لود، التوتال لود تمام، التوتال لود اللي هو راح يساوي لك وكانه مقدار المساحه، تجي تحسب المساحه فقط، المساحه نصف القاعده في الارتفاع فنصف الاش تربيع الجاما ووتر، هي هاي الاريا وكانه هذا ربطها في الجاما ووتر. بعدين بعد ما حسبت الاريا الكليه اللي تمثل لك الحمل الماء الكلي، هاي الاريا الكليه اللي حسبتها انت هنا اللي هي نصف مساحة القاعدة جاما ووتر في الاتش في الارتفاع اللي هو اتش كابيتال، هذا يمثل لك حمل الماء الكل المسلط على البوابة. تجي بعد هذه الخطوة تحسب الاي، الاي شنو؟ انه اني هاي البوابة ما اقدر احسب الحمل الماء كله عليها. ليش؟ لان مو يونيفورم، يعني هنا حمل الماء يختلف عن حمل الماء بالجزء الوسطي، وكذلك يختلف عن حمل الماء باللور بارت بالجزء الاسفل. لذلك تتقسم الى ثلاث او اربع مناطق. فش اسوي؟ هاي التقسيمات يسموها اي سمول، فاجي احسب المساحات البارت لكل بارت اللي انا مقسمته. هذا شلون احسبه؟ انا مو عندي الاي كابيتال الحمل الكلي حسبته، اقسمه على عدد البارتات. زين ست هاي عدد البارتات احنا نحددها؟ لا، كديزاين كريتيريا ان شاء الله بالمرحله الثالثه والرابعه راح تعرف عدد البارتات وليش مناطق الاختيار، راح تتعمق خاصه بماده ستراكشر، فتعرف انت مثلا مناطق العزوم، مناطق الانحناء، وين المناطق اللي يصير بها فيلر، فتاخذها بماده ستراكشر، فراح تعرف على اساسها ايش قد الاريا تتقسم. هسه انت مبدئيا تاخذها، يقول لك انه قسم البارت اريا كديزاينر ينطيك اياها، فتحسب الاريا لكل جزء. بس احنا ما نسميها اريا هنا، نسميها سب اريا، وهاي توتال اريا. فالسب اريا لكل جزء تساوي لك التوتال اريا على عدد التقسيمات، تمام؟ تقسمها على عدد التقسيمات نطلعها. فهسه تجي تقسم الاريا على ثلاث مناطق، مو قلنا الاريا اوف توب تراينجولر، والاريا للجزء الوسطي، والاريا للجزء السفلي.
الاريا للجزء العلوي يساوي لك نصف واي 1 تربيع. انت عندك هاي الاي سمول ايش تحسب الواي 1 تطلع لقيمه الواي 1، للجزء الوسطي تطلع لقيمه الواي 2 يساوي لك اي زائد اي، تمام؟ تجمع الاثنين اي يلا تطلعها. الجزء السفلي تجمع 3 اي، اي زائد اي زائد اي، تمام؟ هالشكل تسوي وكانه الاريا الكليه اخر جزء تاخذه، فش يساوي لك نصف واي تكعيب واي 3، فتحسب لي الواي 1 والواي 2 والواي 3، واذا عندك واي 4 الوايات كلهن ذني تحسبهن عن طريق فتحسبهن ذني الي عن طريق الاريا. اول شيء تحسب الاريا الكليه، بعدين تحسب للصب اريا اللي هي الاي سمول، بعد ما حسبت للصب اريا اللي هي الاي سمول تروح تحسب لي التوب اريا، هاي تاخذ لك فقط الاي، بينما الاريا الثانيه ايش تاخذ لك؟ الواي 2 تاخذ كم اريا؟ اي زائد اي، والثالثه ايش تاخذ؟ اي زائد اي زائد اي. لو عندك رابعه مطيتك اني يعني فور صب ديفيجن اربع تقسيمات، فتقول اي زائد اي زائد اي زائد اي حتى تطلع الواي 4. فهسه عرفت شلون؟ هاي الخطوات ضروري تنتبه لها، اي وحده تطلع الواي 1 من عندها تجمع الاي وكانه تضربها في اثنين احنا نسميها. هسه لو تجي بحل السؤال انا ما سويت لك هالشكل، مطيتك هنا اي، هنا ما مطيتك اي زائد اي، مطيتك اثنين اي، هنا انا اعطيتك ثلاثة اي، وراها انا اعطيتك اربعة اي، يعني قيمة الاي ضربتها في اثنين، ضربتها في ثلاثة، ضربتها في اربعة، ما مسوي هاي التقسيمات حتى تعرف انه منين اجتك، فتحسب الواي اثنين بهاي الطريقة، واي واحد بهاي الطريقة، واي ثلاثة بهاي الطريقة، تمام عيني؟ فهسه عرفت هاي، شوف لاحظ هنا هاي اثنين اي، هسه هاي التقسيمات راح تكون الاي الرئيسيه الاولى حسبت معتها واي 1 حتى تعرف شلون تحسب هاي الارتفاعات. الارتفاعات شو اقصد بيها؟ هو هذه التقسيمات مثلا نهايه هاي التقسيمه ايش قد بعدها عن السيرفيس ووتر، عن مستوى الماء السطحي ايش قد بعدها، فنسميه واي 1. بعد النقطه الثانيه عن الماء السطحي واي 2، النقطه الثالثه كذلك الى نقطه ان يسميها واي ان، تمام عيني؟ فهاي انا هاي الطريقه تعرف انت تعرف شلون تحسب هاي 3A مكان ما انه اني اكتب التقسيمه الخاصه بيها. فبعد ما انطيك اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 اي 1 يعني اي زائد اي زائد اي زائد اي مكان ما اسوي هاي الطريقه اضرب مباشره في 2، تمام؟ في 2 يعني انا احسب اي زائد اي، 3 اي يعني اي زائد اي زائد اي، ان اي يعني الى عدد مثلا كان يكون ان 5 خمسة اي، فمعناها اي زائد اي زائد اي زائد اي زائد اي، تمام عيني؟ بعد ما حسبت هذا الغرض ذني معناته شنو؟ من الاي احسب واي 1، من الاثنين اي احسب واي 2، وكذلك واي 3 واي، تمام عيني؟ بعدين تطلع لي الدلتا واي. الدلتا واي شو يساوي لك؟ يساوي لك الدلتا واي يساوي لك الفرق بين هذا وهذا. هسه خلينا نشوفك اياه. هذا الدلتا واي، الواي 1 عندك، لكن الدلتا واي كدلتا واي الطلعه تحسبه هو الفرق بين الواي 1 ناقص الواي 2. واي 1 ناقص الواي 2 تحسب لي قيمه الدلتا واي، تمام؟ بعدين راح اطلب من عندك تحسب لي البيندنج مومنت المتولد. اوكي ست، شنو حسابات البيندنج مومنت؟ ما راح ادخلك بيهن واقول لك انت حسب سيملي سبورتد بيم او تراينجولار بيم او كذا، لا، يعني راح تاخذ هذا الشيء بشكل تفصيلي بالثالث ان شاء الله بماده يعني الكونكريت او ماده ستراكشر، فراح تعرف هذه الامور. حاليا المطلوب من عندك فقط حتى تعرف انت تحسب البيندنج مومنت عزم الانحناء. دائما ناخذ احنا عزم الانحناء هاي البوابه اللي تلاحظون ناخذها بالاتجاه الطولي منك ناخذها بالاتجاه الطولي، فنعتبرها كسملي سبورتد بيم، فدائما القانون ثابت دبليو ال تربيع على 8، هذا دبليو ال على 8 اي او دبليو ال تربيع على 8 الطول الكلي، هذا القانون تحفظه لي. البيندنج مومنت يساوي لك دبليو ال تربيع على 8، تمام؟ بوحدات الطن لكل متر، تمام عيني؟ هذا دبليو ال تربيع على 8، اوكي؟ لازم انت تعرف مقاومه الاجهاد اللي هي يسمونها الاف اس الخاصه بالستيل ستريس ايش قد مقدارها. هاي ينطيك اياها دائما كمعلومه بالسؤال، هاي تنقاس فعليا بعد ما يعرف هذا الحديد المطاوع ايش قد مقاومته، يسووا له فحص يسمونه التنسايل ستريس فيعرفون مقدار الاجهادات الفعليه فينطيك هاي القيمه. بعدين تروح تحسب لي المودلز السكشن مودلز، هذا السكشن مودلز يعني ايش قد يتحمل،
هذا قانونه ثابت. السكشن مودلز تحسب عن طريق الزد. شو يسوي لك السكشن مودلز؟ البيندنج مومنت اللي حسبته اللي هو دبليو ال تربيع على 8، ال مو عبالك نفس الاتش هذا منه، لا الطول اللي يمشي بالاتجاه الثاني اخذته بالرسم الهندسي. احنا دائما كنا نرسم الشكل، هسه هذا شو مثل لك مالته هنا الرسم؟ مثل لك السايد فيو، اذا طلبت من عندك التوب يصير من الاعلى، الفرونت فيو الجزء، فهذا الطول انطك اياه يمثل لك الفرونت فيو الشكل الامامي، فمن هذاك الاتجاه من هنا ويروح على طول مسار النهر الطولي وليس السكشن العرضي، تمام؟ فمن هذا الباب اريدك تعرف انه انا من اعطيك طول الاسباني يمثل لك المقطع الطولي. واكيد هذا الشيء تذكرونه انتم بماده الرسم الهندسي، كان عندكم 3 مقاطع، المقطع الطولي والامامي والتوب فيو. فهسه هذا هو الدبليو ال على 10 او دبليو ال تربيع على 8 حسب شنو نوعه. تعرف انت تحسب لي البيندنج مومنت، ورا ما حسبت لي البيندنج مومنت تقسمه على اف اس اللي هي شهادات الحرير، تطلع الزد اللي هو السكشن مودلز. بعد ما حسبت السكشن مودلز تروح على اخر خطوه، هاي لاحظ هاي الخطوات هنا، تروح على هاي الخطوات ما ريتها من عندك بالسؤال، البليت ثيكنس، هاي التصاميم كستركتشر ما ريتها من عندك، تحسب لي فقط السمك، سمك البليته اللي يسموه شنو البليته؟ يعني سمك البوابه، ايش قد من هذا القانون؟ زد انت حسبته، شنو قانون الزد؟ هسه مثل ما قلنا البيندنج مومنت على شنو؟ على الاف اس، تطبق لي فقط هذا القانون، التي تربيع على 6، شلون طلع؟ ليش طلع؟ يعني لان هي تفاصيلها كستركتشر، بما انه انت حاليا ما عندك معلومات قويه عن الستركتشر، فاريد من عندك تحفظ لي فقط هذا القانون اللي هو الزد تي تربيع على 6، تحسب لي سمك البليته او سمك البوابه، تمام عيني؟ هسه نجي على هذا السؤال نحله. هذا السؤال بدي اطلب من عندك تصميم ديزاين 5 متر ارتفاع بوابه مع 3 متر كلير سبان. 5 متر هذا 5 متر. 3 متر كلير سبان اقصد به المقطع الطولي من الاتجاه الثاني، تمام؟ افرض انه هو تراينجولر تقسيمه، اكيد الحمل الماء يكون تراينجولر. اكو تقسيمات ثانيه نعم، لكن احنا حاليا خاصه لما تكون البوابه وضعها مو بشكل انه توضع مع سكشن الماء، وانما اسفل الماء راح يكون عندها حمل ثاني يسمونه توب لود بالاضافه للهوريزونتال لود، او اتوقع هذا الشيء راح تتناولونه بشكل بسيط بماده الفلويد. وإذا علمت أن إجهاد الحديد، لأن هي مادة هاي البوابة مصنوعة من الحديد يسمونها ستيل بليتر، هل قد مقداره 14000 طن لكل متر تربيع. وانتبه بالسؤال قايل لك قسم لي اياها شقد؟ 4 بارتات، 4 بارت. أول خطوة قلنا شنو نجي؟ نحسب الحمل الكلي أو المساحة الكلية. المساحة الكلية شو تساوي لي؟ نصف جاما ووتر في هذا الاتش اللي هو نفس هذا الاتش 5 في هذا الاتش، فيساوي لنا نصف جاما ووتر اتش تربيع. الجاما ووتر 1 بالطن، فحسبنا القيمة الاريا. بعد ذلك نحسب الصب اريا، يساوي لنا الاريا الكلية على عددهن، ويساوي لنا 12.5 حسبناها الاريا الكلية عددهن. هو من طيب السؤال ايش قد قايل لك اخذه سبمشن؟ اخذه 4 أو 5، تاخذهن التقسيمات الخاصات بي. هسه هو هنا ماخذهن 5، تريد تاخذهن 4 حسب التقسيمات. انا اذا طلبت من عندك 4 المفروض ان انا يعني ممكن اكو كان خطا بالسؤال، مجرد هاي الاربعة سوي ليها 5، تمام عيني؟ تحسب لي الاريا. بعد ذلك تجي تحسب، بعد ما حسبت لي الاريا تجي تحسب لي الواي 1 واي 2 واي 3 واي 4 اللي هي هاي التقسيمات واي 1 واي 2 واي 3. شلون تحسب لي اياهم ذني؟ قلنا من قيمة الصب اريا على هاي القوانين. نرجع لهاي القوانين، الاريا نصف واي 1 تربيع، هاي عندك معلومة، نصف معلوم، واي 1 تربيع، اجذر هاي القيمة طلعت الواي 1. الاريا الصب اريا اضربها في 2 اطلع الواي 2، اضربها في 3 اطلع الواي 3، فطلعت عندي واي 1 وواي 2 وواي 3. ورا ما طلعت الواي 1 والواي 2 والواي 3 احسب الدلتا واي، هاي انا اجذرها لان هي تربيع، فحتى اجذر القيمة يطلع لي بس كواي 3، اطلع الدلتا واي يساوي لنا واي 1 ناقص واي 2. نجي على هاي التقسيمات الداخلية، قلنا هاي ما تهمك، احسب لي فقط البيندنج مومنت، الحد دلتا واي. البيندنج مومنت اللي هو عزم الانحناء شو يساوي لك؟ قلنا دائما اخذ اسم لي سبورتد بي، ما اجيب لك باقي التفاصيل الثانية لان انت لحد الان ما دارس ستراكشر، فتحفظ هذا القانون دبليو ال تربيع على 8. الدبليو الحمل الكلي، 6 منين ناخذه؟ تاخذه من ناله. اول خطوة انت حسبت ايش قد؟ دبليو
ال تربيع على ايش قد؟ على 8. هذا ايش قد حسبته هنا؟ هذا ال دبليو، مو تاخذ للحمل الكلي هذا، لا تاخذ لكل نقطه، واحنا راح نضربه في الطول الكلي، فتاخذ الاي سمول السب اريا، تمام عيني؟ تاخذ لي هاي الاي سمول، يعني دبليو ال تربيع، هاي الاي سمول هو يمثل لك الدبليو. شوف هاي لاحظ هاي قيمه الدبليو وينها، هذا يتمثل لك الاي سمول باي وحده، مو 2 اي 3 اي، اللي هي اي على ان عددهم، حسبتها خليتها هنا أنا. تمام، حسبت الاي سمول. الال تربيع طول الاسبان الكلي، طول الاسبان الكلي كلير سبان، تاخذه من السؤال ده، هو منطق بالسؤال اصلا كلير سبان، تاخذ الكلير سبان من هذا الشكل، قاعد يقول لك انه 3 متر كلير سبان، فتروح هنا تكتب لي دبليو ال تربيع على 8، هذا ال تربيع 3 تربيع على 8، حسبت هاي القيمه، هاي المعلومات كلها ما لك علاقه بها بعد، تروح تحسب للزد اللي هو السكشن مودل، شو يساوي لك؟ البيندنج مومنت اللي هي هذا حسبته على شنو؟ على اجهاد الحديد الاف اس، تقسم هذا على هذا يطلع لك رقم اللي هو السكشن مودلز. بعد ما حسبت السكشن مودلز ما لك علاقه بهاي الخطوات بالسؤال، هاي العلاقه ما لك علاقه بها، لان هاي التفاصيل نوعا ما هي تفاصيل ستراكشر، وانت حاليا معلوماتك بستراكشر كلش قليله، فتقدر انه تكتب عليها حاليا للاطلاع من then you can choose the proper size of beam، لان انت حاليا شغلك انت مو ضمن البيم وكذا، تروح لهالخطوات كلها نوعا ما تقدر تقول انه اني مبدئيا فقط للاطلاع، لا فقط هذا القانون تحفظ لي اللي هو الزد. الزد شو ساوي لك؟ سمك البليت تربيع على 6، تمام عيني؟ سمك البليت تربيع على 6. زين اذا انا اريد سمك البليت اضرب الستة في زد واخذها من تحت الجذر، تمام عيني؟ الزد انت حسبته اصلا اللي هو البيندنج مومنت على اف اس، والستة عندك معلومه، فتحسب لي سمك البليت ويطلع لك المرقم بالمتر، الضربه في الف تحوله للملم، واكيد انا من اصنع بليته واعطيها للسي ان سي يعني الحديد وغيرها، ما اقدر اقول له مثلا اصنع ليها 13، فدائما انت رقم صريح، فهذا 13.45 اقربها للامان فور سيفتي، اقول له 14 ملم، تمام عيني؟ فهي هاي خطوات تصميم ابسط نوع من انواع البليته، يسمونها سلايدنج جيت. تمام عيني، التقيكم ان شاء الله بمحاضرات قادمه، اذا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص هذه المحاضره تقدرون تراسلوني بكومنت على القناه او على التليجرام، التقيكم بمحاضرات قادمه ان شاء الله، دمتم بامان الله وحفظه.